بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للطاقم سكوب ماروك. فعلا الدورة الاستثنائية ديال المجلس الاقليمي اللي تمت اليوم كانوا فيها ثلاثة النقاط. النقطة اللي هي فيها الغاء ديال واحد الاتفاقية ديال ما يخص المعهد العالي للرياضة اللي تمت مع الجامعة، لأن الجامعة وفرت العقار من مع المياه والغابات وتم الغاء ديالو. والنقطة الثانية هي اللي فيما يخص كلية اللغات والعلوم الإنسانية والفنون الجميلة اللي كانت دار فيها المجلس الإقليمي واحد الاتفاقية فيما يخص المساحة، كانت درنا فيها 3 هكتارات، ولكن الجامعة قالوا بأن عندهم خصاص ديال 6 هكتارات. قلنا لهم ليس هناك أي مشكل، وبالفعل تمت المصادقة على تعديل الاتفاقية فيما يخص المساحة اللي هي 6 هكتارات. تم التصويت عليها كذلك بالإجماع. والنقطة الثالثة اللي هي النقطة الثالثة هي خص الاتفاقية اللي مع المجلس الإقليمي مع المجلس جماعة مكارطو فيما يخص ديال الماء صالح الشرب، اللي كان فيه واحد التعديل فيما يخص التحويل، والحمد لله تم التصويت بالإجماع على هاد ثلاثة النقاط. غير في خلال النقطة الثانية كان النقاش فيما يخص التحويل ديال واحد المدرسة العليا لتكوين التربية والتكوين لهذه، لأن كان الرأي العام لا مدينة سطات ولا بإقليم سطات كيتكلموا على أن المدرسة لا يمكن لها التحويل ديالها ولا ترحيل ديالها البرشيد. بالفعل جميع الأعضاء خلال النقاش متشبتين وطالبوا السيد الكاتب العام اللي حضر، لأن السيدة الرئيسة اللي كانت تحضر تحضرات، بأنهم متشبتين بأن هذه المدرسة تبقى هنا في المدينة، ولا بغى يديروا شي حاجه برشيد حنا ماشي ضد، غير حنا بالنسبه للعقار، لان السيد كاتب العام في الكلمه ديالو قال بان ما كاينش كان مشكل ديال العقار. حنا قلنا لهم بالنسبه للمجلس الاقليمي هما العقار اللي عنده كله بجانب الجامعه هو مخليه خصيصه للجامعه، باش يكون الهدف ديالنا كمجلس اقليمي ان مدينه سطات تكون مدينه جامعيه. الحمد لله حنا رحنا شفتوا حنا كنبنيو فضاء جامعي اللي هو غادي يهز واحد العدد راه حدا هاد العقارات اللي كاينه فيه 3 هكتارات، ومازال عندنا تقريبا 15 هكتار اللي من هاد 6 يعني غتبقى واحد 9 هكتارات اخرين. حنا مستعدين كمجلس اقليمي كلهم هاد الهكتارات اللي باقيين تخصصوا الجامعه اي مدرسه. وطرحنا المشكل في خلال النقاش كذلك، لان المجلس الاقليمي والجهه هم حنا بصدد اخراج قطب فلاحي اللي هو اغروبول امام بحث زراعي، وطلبنا من السيد الكاتب العام قلنا له مودي حنا باش ما تبقاوش تقولوا العقار، حنا كمجلس اقليمي دابا نوجدوا اتفاقيه اخرى باش ندير واحد المدرسه اغرو اليمونتير باش حتى هي تكون في الجامعه، لان ملي غادي يكون قطب فلاحي لما لا تكون هذه المدرسه، لان عندها برضو ديون كونوا ملي بدا القطب فلاحي او ميم طون تشيو في هذا التوجه ديال المدرسه ديال اغرو اليمونتير. احنا اللي ممكن ندخلوا فيها مع الجامعه باش تنميو، لان الجامعه لان كنعرفوا الجامعه حاليا بالنسبه لاقليم سطات ولا مدينه سطات راه الاطار الوحيد اللي كاين عندنا التنميه هو الجامعه. القطب الواحد ما عندناش شي حاجه اخرى. الحياه الصناعيه راه كتعرفوا ان المدينه عندها خصائص للاسف، على الاقل هذا الاقتصادي الرواج الاقتصادي اللي كاين عندنا في المدينه هو بسبب الجامعه. لهذا علاش كنطالبوا بان المدينه سطات تكون مدينه جامعيه، ونتمنوا ان شاء الله ملي تكون هذيك الساعه استثمارات اخرى احنا ما كاين حتى مشكل. غير حاليا مادام العقار كاين ديال المجلس الاقليمي احنا متشبتين باي مشروع غديروا الجامعه، احنا العقار راه الاشاره. أن السيد كاتب العام في الكلمة ديالو تكلم أن هناك مسؤولون عن الجماعات وأن منتخبون من برشيد ربما هما اللي دخلوا. حنا للأسف حنا قلنا لهم هادو دخلوا، واش حنا كمجلس إقليمي حتى أنا مع المنتخبون حنا عندنا العقار، هاد الناس اللي كيدخلوا مع اش من عقار، حتى العقار ما عندهمش، لان العقار اللي بغى ياخذ ربما واش الصحه ولا ديال الجامعه، ماشي عقار ديال المجلس الاقليمي ولا ديال الجامعه ديال برشيد. حنا عندنا كمجلس منتخب عندنا العقار، ربما كيتكلم على بعض البرلمانيين. حنا بالنسبه للسطات للاسف حنا عندنا هاد، كنتمناو الاخوان البرلمانيين يلعبوا الدور ديالهم
هما بان حنا هما بان لي حنا كمجلس اقليمي وكجامعات كجامعه سطات وكانوا على الراي العام كله متشبت بالمدرسه. مطلوب كذلك من البرسله البرلمانيه يلعبوا الدور ديالهم، لان ها هو بان هاد الناس ديال برشيد كيفاش كيتكلموا على كيلعبوا الدور ديالهم في, في, في الاقليم ديالهم. انا بالنسبه لي هذا راي شخصي، انا فعلا ادوت هذا لان هذا معرض القطار والحبوب كان خصو يكون في السطات، لان ملي كنت انا نائب اول بالجهه كان محاولات باش يمشي لبرشيد، وكنا تشبتنا انا واحد المجموعه ديال الاعضاء بالجهه واتفقنا على اساس بانه يبقى في السطات، ولكن كنتفاجئوا بان تم الترحيل ديالو لبرشيد. احنا ماشي ضد برشيد، ولكن هذا كان لان الفكره كانت في السطات والفكره كانت اعضاء ديال الجهه ديال السطات، ولكن للاسف ها هو تم الترحيل ديالو، وربما هذا هو التوجه اللي غادي تمشي فيه حتى هذه المدرسه هذه. لهذا احنا متشبتين وما غاديش نسكتوا لا اعضاء المجلس الاقليمي ولا جماعات، يعني خصنا هذه المدرسه تبقى في المدينه ديال السلطات.